بالنسبة لهذا الملف المطلبي ديالنا كمهنيين وكسائقين وكمستغلين للسيارة وحدة، سنعيشوا بعض المشاكل في هذا القطاع، وخاصة مشكل ديال هذه المحروقات اللي اليوم صباح ب 12 درهم، وحنا كنعرفوا انه الخدمة قليلة من اللي جا المرض ديال كوفيد 19، وكنلاحظوا بعض الاخوان المهنيين اللي ما بقاوش خدموا على اساس انه كتوصل الذكرى ديال السياره 6000 ريال ولا 5000 ريال، ما بقاوش كيصوروها، وتزاد عليهم هذا المشكل ديال الغازوال اللي وصل 12 درهم. وكنشوفوا كذلك جهات المسؤوله على القطاع اللي هما النقابات والجمعيات وكذلك الهيئات الحقوقيه اللي ما خداوش هاد المهنيين بعين الاعتبار، لان كنلاحظوا في الاجتماع اللي كان في وزاره النقل بجميع النقابات والجمعيات اللي كانوا حاضرين، تم انسحاب ديال الخماسيه، وهذا السؤال مطروح، هاد الخماسيه اللي كتقول كتمثل القطاع كيفاش تنسحبت من هاد الاجتماع اللي خص تكون عندها واحد الجرأه باش تناقش المشاكل اللي تيعيشوها السائقين المزاولين وكذلك المستغل اللي عنده سياره وحده. حنا ما تنهضروش على مول الشكاره اللي عنده 60 وعنده 80 وعنده 100 سياره، كنهضروا على الناس اللي عندهم سياره وحده، مستغلين سياره وحده، وكذلك السائق المزاول اللي عنده البطاقه المهنيه وعنده رخصه الثقه، هذوما اللي كنهضروا عليهم. وكذلك هذه الاستمراريه ديال العقود لمده ديال عام ونص ولا عامين، وحنا كنسمعوا ان هذه الخماسيه خطات واحد القرار وخرج واحد البلاغ بان ما راه تم اتفاقيه بين وزاره الداخليه وكذلك الخماسيه على اساس انه باش يكون استمراريه العقود وكذلك استمراريه العقد بين ذاك السائق المزاول المستغل. ولكن للاسف هذا الشيء تنسمعوا الهضره وتنقراو هذا الشيء في بعض البلاغات وبعض الملفات، ولكن شي حاجه اللي هي صحيحه باقي ما شفناهاش. وكذلك تنشوفوا هذا المشكل ديال الدعم ديال المهنيين، ولكن هذا الدعم للمهنيين واش هو غيستافد منه ذاك المستغل ديال السياره وحده، ولا ذاك المستغل مول الشكاره اللي عنده 60 و70 سياره، ولا ذاك السائق المزاول اللي خدام النهار ديالو؟ راه حنا باقي واخا كنسمعوا انه راه كاين اتفاقيه وغادي يكون هاد الدعم ديال المهنيين، باقي ما عرفناش كيفاش غادي يمشي. اولا لان هاد الناس اللي كيمثلوا القطاع بما فيهم الناس ديال النقابات والجمعيات ما جاوا استشروا مع الناس السائقين المزاولين، يلاه كيتناقشوا مع هذوك الناس موالين الشكاره ودوك الباترونا ديال الطاكسيات، ما جاوش باش يناقشوا مع واحد السائق المزاول او لا مع بعض المحطات اللي فيهم السائقين المزاولين، يلاه سيناقشوهم مع دوك الناس موالين الشكاره. ايوا نتمناو على الاقل هذا الغازوال باش يجي لهذا السائق المزاول اللي هو معذب في حياته، معذب مع ولاده، معذب في الخدمه ديالو. وكنلاحظوا عده مهنيين ما بقاوش بغاو يخدموا، علاش؟ نعطيكم المعطيات علاش السائق المزاول ما بقاش باغي يخدم. ان السائق المزاول اولا كيطلبوا ليه واحد المقابل باش يخدم ديال 4 المليون ولا 5 المليون اللي كيسميوه هما غارانتي بين قوسين، زياده على هذا الشيء كيشدك السياره ب 6000 ريال ولا 7000 ريال 24 ساعه، وملي كيخدم ما كيصورش هذيك 6000 ريال، كيفضل باش يخلي ديك السياره لمولها وكيمشي تيريح وتيتجمع عليه عده مشاكل، لا الصوائر ديال الابناء ديالو فيما يخص المدرسه، وكذلك الصوائر اليوميه ديال الدار، وكذلك التريطه ديال الدار او الكرا ديال داك المنزل.